بصينا كده على اللي خدناه في الفترة اللي فاتت هنلاقي احنا خدنا ازاي نعمل ديزاين للوجيك سيركت، تمام؟ وقلنا بيبقى عندنا اللوجيك سيركت دي عبارة عن مجموعة من الجيتس متوصلة بشكل ما، جيتس بقى اند اور اكس اور، اي نوع من انواع الجيتس او مالتيبلكسرز او ديكودرز، يعني مجموعة من الكومبوننتس اللي احنا اتعلمناها تبقى موجودة هنا. طبعا اي سيركت بيبقى لها انبوتس ولها اوتبوتس، وكنا بنلاقي حاجه الدايره دي لو غيرت في الانبوتس الاوتبوت بتتغير ايميديتلي، صح؟ يعني نقدر نقول ان الاوتبوت فانكشن في الانبوت، الاوتبوت ده معتمد على الانبوت اللي موجود دلوقتي، تمام؟ كنا بنسمي النوع ده من الدوائر لو تفتكروا في الزمان خالص كنا بنسميه كومبينيشنال سيركتس. يعني ايه كومبينيشنال سيركت؟ يعني دايره بيعتمد فيها الاوتبوت على الانبوت الحالي، يعني الاوتبوت التايم تي بيعتمد على الانبوت التايم تي، ما بيعتمدش على الاولد انبوتس. اوكي، جيت غيرت الانبوت دلوقتي هلاقي الاوتبوت هيتغير، غيرته كمان شويه الاوتبوت هيتغير. انسوا اتكلمنا برضو في المحاضرات الاولانيه خالص عن نوع تاني من الدوائر كنا بنسميه السيكوينشال سيركتس. ايه بقى السيكونشال سيركتس؟ ده الموضوع اللي هنكمل فيه لحد نهايه الترم باذن الله. السيكونشال سيركتس دي عباره عن برضو دوائر لوجيك عادي فيها شويه جيتس وفيها شويه كونكشنز عشان نعمل فانكشن معينه، ولكن بنقول ان الاوتبوت هنا الاوتبوت بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الانبوتس الحاليه، فبالتالي مش هنقول انبوتس هنقول كارنت انبوتس. وفي نفس الوقت برضو التاثير بتاع الاولد انبوتس بيتاخد في الاعتبار، يبقى الاوتبوت مش بيعتمد على الانبوت دلوقتي، ده بيعتمد على الانبوت دلوقتي والانبوت اللي فات والانبوت اللي قبله، وبالتالي في هنا شيء من الايه؟ التذكر، الدايره بتفتكر الانبوتس القديمه كانت ايه، تمام؟ يبقى depends on both current inputs and old inputs. طب ازاي الدايره هتفتكر الاولد انبوتس؟ يبقى لازم الدايره دي بيكون فيها ميموري. الحاجه اللي احنا ما شفناهاش لغايه دلوقتي يعني ايه ميموري؟ يعني ايه افتكر؟ يعني ايه اخزن قيمه؟ تمام؟ هو ده اللي احنا هنبدا نشتغل عليه دلوقتي. يبقى تاني ايه الفرق بين السيكونشال سيركت والكومبينيشنال سيركت؟ الكومبينيشنال سيركت بمنتهى البساطه اوتبوت التايم تي بيعتمد على الانبوت التايم تي. السيكونشال سيركت الاوتبوت التايم تي بيعتمد على الانبوت التايم تي، التي ماينس 1 التي ماينس 2، بيعتمد على كل الاولد انبوتس كمان. علشان نقدر نجيب الفاليو بتاعت الاولد انبوتس دي لازم يبقى عندي سام سورت اوف ميموري علشان افتكر الاولد فاليوز كانت كام. تمام؟ لو حبينا نشوف زي بلوك دايجرام كده لشكل السيكونشال سيركت بيبقى عامل ازاي، هي بتبقى فيها تو بارتس، يبقى فيها جزء زي ده كده بنسميه الكومبينيشنال بارت، تمام؟ وزي ما اتفقنا في ايه كمان؟ في ميموري. بالظبط، يبقى عندي مجموعه من الميموري اليمنتس موجوده هنا. طيب الانبوتس والاوتبوتس وصلين ازاي؟ تعالوا نشوف. في مجموعه من الانبوتس بتبقى داخله هنا كده، ودول بنسميهم برايمري انبوتس اللي هي الانبوتس الاساسيه او الاوليه. اوكي،
والناحية التانية هيبقى في مجموعة outputs هنسميهم برضو primary outputs. تمام، يبقى عندنا الدايره ليها برضو انبوتس واوتبوتس شبه دي. طب الميموري بقى واصله ازاي في الحته دي؟ الميموري بتبقى واصله ازاي؟ ادي الميموري، ادي الانبوت بتاع الميموري، بيجي له انبوت منين؟ الميموري بتاخد الانبوت بتاعها منين؟ بتاخد من الدايره دي. في بعض الاوتبوتس اللي خارجه من الدايره هنا هنسميهم السكندري اوتبوتس. يبقى عندنا برايمري انبوتس وسكندري، برايمري اوتبوتس وسكندري اوتبوتس. يبقى في هنا شويه اوتبوتس بنسميهم سكندري اوتبوتس. طيب واصلين ازاي؟ بناخد السكندري اوتبوت ده ونوصله على الميموري الاولانيه، السكندري اوتبوت الثاني ونوصله على الميموري الثانيه وهكذا. اوكي، يبقى الدايره زي ما قلت فيها جزئين او نوعين من انواع الاوتبوت، حاجه اسمها برايمري اوتبوت ده اللي هو بيشغل لي الحاجه اللي انا عاوز اشغلها، وفي نوع ثاني من الاوتبوت بنسميه سكندري اوتبوت ده ما بيطلعش بره الدايره، ده بيلف ويخش على الميموري عشان يخزن قيم. اللي خارج من الميموري بعد كده يرجع يخش تاني على الانبوت بتاع الدايره من الناحيه دي. يبقى ادي شكل اي دايره اي دايره سيكونشال بيبقى شكلها عامل كده. في جزء كومبينيشنال بارت لو انا بصيت له لوحده كده هلاقيها دايره عاديه خالص، ليها شويه انبوتس وليها شويه اوتبوتس، ولكن احنا واخدين جزء من الاوتبوت ملففينه ومدخلينه ومنخزنه في ميموري، وباخد اللي في الميموري ده اطلعه وادخله تاني على الدايره بتاعتي، وبالتالي هنا عندي الشويه دول بنسميهم السكندري انبوتس. تمام، يبقى متخيلين شكل الدايره عامل ازاي؟ فيها فيدباك. يعني ايه فيدباك؟ يعني حاجه بتطلع من بره بترجع وتخش لي تاني على الدايره بتاعتي. الكومبينيشنال سيركت لا يمكن هتلاقوا فيها فيدباك. اوكي، يعني لو شفت اي دايره وفيها خط خارج من الاوتبوت ولافف وراجع تاني على الانبوت مستحيل تكون كومبينيشنال سيركت. اوكي، يبقى هنا في سام سورت اوف فيدباك، اوتبوت او مجموعه اوتبوتس بتطلع تتخزن في ميموري وترجع تخش تاني على الدايره بتاعتي. أوكي؟ ده شكل السيكوينشال سيركت، وهنشوف يعني قدام شويه ازاي بنعمل لها ديزاين، ازاي بحسب اللوجيك اللي هنا، بس هنتعلم حته حته. اوكي، تمام، يبقى اي دايره فيها فيدباك اعرف على طول انها ايه؟ سيكوينشال سيركت. طيب الميموري علشان تشتغل زي ما هنشوف قدام شويه بتحتاج سيجنال مخصوص اسمها كلوك. اكيد سمعتوا عن الكمبيوتر بتاعكم في حاجه اسمها كلوك، مش عارف يقول لك الكلوك سبيد بتاعته مش عارف كام جيجا هرتز ولا كام ميجا هرتز ولا. الكلوك دي هي اللي بتنظم عمليه الميمورايزيشن. اوكي، يبقى لازم اي جهاز فيه ميموري لازم هتلاقي معاه على طول سيجنال مخصوص اسمها الكلوك سيجنال. الكلوك سيجنال بنفرقها عن السيجنالز الاخرى انها بتبقى داخله في الدايره بتاعتي على سهم كده، بيبقى في سهم او مثلث صغير مرسوم في الدايره متوصل عليه انبوت، ده بنسميه الكلوك. هنشوف الكلام ده كله معناه ايه وبيشتغل ازاي، بس احنا مجرد بنتعرف دلوقتي على المسميات. يبقى تاني السيكونشال سيركت فيها ايه؟ فيها فيدباك، فيها ميموري اليمنتس، وفي حاجه بتميزها قوي، طالما في ميموري اليمنت على طول هتلاقي معاك سيجنال اسمها كلوك. هنا مفيش حاجه اسمها كلوك، مفيش سيجنال اسمها كلوك. فلو لقيت دايره ولها انبوت اسمه كلوك مكتوب عليه كلوك انبوت اعرف على طول انها سيكونشال سيركت. اوكي، يبقى في كام حاجه بيميزوا دلوقتي سيكونشال سيركت؟ الفيدباك، الميموري، والكلوك. الميموري طبعا مرتبطه بالكلوك، لو في ميموري لازم يبقى في كلوك. اوكي، دي بنسميها سيكونشال سيركت. هنبدا دلوقتي نتعرف على ايه الحاجه الجديده اللي عندنا اللي هي الميموري. اوكي، الميموري دي بتشتغل ازاي ويعني
تعمل ايه بالظبط؟ هنشوف دلوقتي الكلام ده. في اي سؤال قبل ما ندخل على الجزء بتاع الميموري ده؟ اي سؤال؟ طيب برضو هتسمعوا مسميات كده. في حاجة هتسمعوها اسمها Synchronous Circuit. وفي حاجة اسمها Asynchronous Circuit. يعني ايه سينكرونس يعني ايه السينكرونس والفرق بينهم ايه؟ كلمة سينكرونس يعني المعنى اللغوي بتاعها يعني متزامن. يعني ايه متزامن؟ يعني في حاجتين انت مظبطهم يحصلوا في نفس الوقت. اوكي؟ دي معنى كلمة سينكرونس سيركت. اوكي؟ السينكرونس يعني غير متزامن. اوكي؟ يعني في حاجات بتحصل وانت مش مظبطهم مع بعض. طيب بقول متزامن. متزامن مع ايه؟ انا بقول كل الايفنتس او كل التغيرات اللي بتحصل في الدايره دي بتحصل في اوقات محدده. ايه هي الاوقات المحدده دي؟ او مين اللي بيحددها؟ السيجنال اللي اسمها كلوك. اوكي؟ يبقى كل التشينجز اللي بتحصل في القيم بتاعت الاوتبوت بتحصل عند لحظات محدده. مين اللي بيحدد اللحظات دي؟ اللي هي الكلوك. الكلوك سيجنال دي عباره عن ايه؟ كلوك سيجنال عباره عن سكوير ويف شغاله فور ايفر. اوكي؟ عند لحظات معينه التغيرات بتحصل. ايه هي اللحظات دي؟ بنتفق عليها يا اما مع الرايزنج ايدج بتاع الكلوك لما الكلوك تطلع من 0 ل 1، يا اما هنشتغل بالنظام ده مع الرايزنج ايدج، او في ناس تانية بتحب تشتغل مع الفولينج ايدج، بنسميهم رايزنج ايدج وفولينج ايدج. نفترض احنا في شغلنا هنتفق على الرايزنج ايدج، يبقى عند اللحظات دي لما الكلوك بتطلع فيها من 0 ل 1 هي دي اللحظات اللي بيحصل فيها تغيرات في الميموري. طالما حصلت تغيرات في الميموري يبقى الانبوت هيتغير، يبقى الاوتبوت هيتغير. تمام كده؟ يبقى القيمه اللي متخزنه في الميموري دي امتى بتتغير؟ مش في اي وقت، في لحظه معينه. ايه هي اللحظه المعينه دي؟ مع طلعت الكلوك من 0 ل 1، دي بنسميها رايزنج ايدج. يبقى مع الرايزنج ايدج بتاع الكلوك القيم اللي متخزنه في الميموري بتتغير. طالما القيم اللي متخزنه جوه هنا اتغيرت يبقى اكيد الانبوت اللي داخل على الدايره هيتغير، يبقى الاوتبوت هيتغير. اوكي؟ يبقى لما بتكلم على سينكرونس سيركت هي سينكرونايزد مع مين او متزامنه مع مين؟ متزامنه مع الرايزنج ايدجز بتاعت الكلوك، او متزامنه مع الكلوك ان جنرال، رايزنج او فولينج على حسب ما هنتفق. يبقى هنا اول تشينجز يبقى كلمة synchronous معناها ايه؟ معناها كل التغيرات اللي بتحصل في الميموري بتحصل عند لحظات معينة، اللي هي ايه؟ الرايزنج ايدج بتاعت الكلوك. في كتب أخرى بتشتغل مع الفولينج ايدج، احنا خلينا نتفق من هنا ورايح هنشتغل مع الرايزنج ايدج. اوكي؟ asynchronous معناها ايه؟ الدايرة ما بيبقاش فيها كلوك ولكن بيبقى فيها ايفنتس، بنقول ان هي ايفنت دريفن. يعني ايه ايفنت دريفن؟ انا مش مستني الكلوك تحصل علشان الاوتبوت تتغير، لا ده انا مستني ايفنت معين، ممكن يبقى على انبوت سيجنال، ممكن يبقى في اي حته. دي بتبقى بنسميها ايفنت دريفن مش كلوك دريفن. اللي فوق دي بتبقى كلوك دريفن، تمام؟ اللي تحت دي بنسميها ايفنت دريفن. يعني ايه ايفنت دريفن؟ يعني مثلا لو باب اتفتح يبقى عملية فتح الباب دي هتشغل لي سيجنال معينة، فأكشن معين هيتاخد. يبقى هي سينكرونايزد مع ايفنتس مش مع كلوك. احنا النوع اللي هندرسه هنا واللي هتشوفوه بعد كده على طول لأن هو أسهل كتير قوي في الديزاين، اللي هو النوع السينكرونس اللي بيبقى سينكرونايزد مع الكلوك. ده مشاكله كتيرة جدا والناس بطلت تشتغل بيه. اوكي؟ يبقى احنا هنشتغل على طول مع السينكرونس سيركت اللي هي سينكرونايزد باي ذا كلوك. اوكي؟ طيب اي سؤال؟ دي شويه مسميات هتسمعوها. نبدا بقى دلوقتي نتكلم على الميموري اليمنت. اوكي؟ يبقى تاني السيكونشال سيركت عباره عن ايه؟ عباره عن كومبينيشنال سيركت واخد شويه اوتبوت
حطيتهم في ميموري ورجعتهم تاني دخلتهم على الدايره كده بقت سيكونشال سيركت. اوكي عشان اشغل الميموري لازم يبقى معايا كلوك. تمام نبدا بقى نتعلم يعني ايه ميموري. طيب نبدا بقى نتعلم الايه الاليمنت ده اللي هو بتاع الميموري ونشوف بيشتغل ازاي. اوكي احنا لو عندنا اي جهاز كمبيوتر من احدى مواصفاته الميموري بتاعته قد ايه مش كده؟ لما تيجي تشتري جهاز اول حاجه بتسال عليها الميموري كام ميجا ولا كام جيجا ولا كام. اوكي طب يعني ايه كده؟ الميموري دي بتاعت الكمبيوتر بتخزن بيانات، ايه البيانات اللي بتخزنها؟ وحايد وصفار مش كده؟ الميموري دي عباره عن جدول كبير، الميموري بتاع الكمبيوتر ده عباره عن ايه؟ جدول كبير قوي متقسم لمجموعه صفوف. عدد الصفوف دي ممكن يبقى ملايين الصفوف وفي كل صف متقسم لمجموعة أصغر بتخزن لي حاجة اسمها بيتس. كل مربع من دول بنسميه ايه؟ بيت. كل مربع عندك في الميموري بتاعتك ده بيخزن حاجة واحدة بس اللي هي بيت، يا زيرو يا واحد. اوكي عندك بقى من السيلز دي او من البيتس دي عدد مهول. لما يقول لك الميموري بتاعتك مثلا كام؟ مثلا 8 جيجا بايت مثلا، يبقى عندك 8 مليار بيت تقدر تخزنهم تقريبا. الجيجا بتبقى 1 مليار او، يبقى عندك عدد كبير قوي من البيتس. الاليمنت الواحد من دول بيتعمل ازاي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. يبقى احنا هنتعلم دلوقتي حاجه اسمها الميموري اليمنت اللي هي بتخزن 1 بيت. ازاي نعمل ستورنج ل1 بت؟ اوكي لو عرفنا الاليمنت ده بنكرره ملايين 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 المرات عشان نعمل الميموري بتاعه الكمبيوتر دي. طبعا مع التكنولوجيا الحديثه ملايين المرات دي بتتحط على تشيب قد كده. اوكي يعني تشيب قد كده قادره على انها تخزن 8 مليار بيت مثلا او 16 مليار او وات ايفر. طيب نتعلم بقى ايه هي الاليمنت الصغيره دي اللي هي قادره على تخزين 1 بت. الاليمنت دي بنسميها فليب فلوب. يبقى ايه هي الفليب فلوب؟ هي عباره عن ميموري الكباستي بتاعتها 1 بت. طبعا في ناس بيحاولوا يترجموا كلمه فليب فلوب بالعربي فبتطلع اسامي مضحكه جدا يعني. يعني مش ده يخش فيها، بس لو حد بيقرا كتاب بالعربي بيشرح الكلام ده الفليب فلوب بيسموها ممكن. شفتها في كتاب لبناني مسمينها الفطاط النطاط. الفطاط النطاط ليه بيسموها كده؟ عشان هي بتخزن قيمه يا زيرو يا واحد، فهي كل شويه عماله تنط من زيرو لواحد او من واحد لزيرو، فحاولوا يترجموا كلمه فليب فلوب فسموها كده. بس خلينا احنا ايه نقول فليب فلوب. بيختصروها اف سلاش اف. اوكي يبقى ايه هي الفليب فلوب؟ هي عباره عن ميموري قادره على تخزين سنجل بت. اوكي يعني ايه تخزين؟ تعالوا نشوف بقى مثال على نوع من انواع الفليب فلوبس وبعدين نشوف هي بتعمل ايه بالظبط. في نوع شهير قوي، هم في انواع كتير هندرسهم كلهم. في حاجه اسمها الدي تايب وفي حاجه اسمها الار اس وحاجه اسمها الجي كي حاجه اسمها التي. هناخد اول نوع اللي هو ابسطهم اللي هو الدي تايب. الدي تايب بيبقى له سنجل انبوت اسمه دي، سنجل اوتبوت اسمه كيو، بالإضافة إلى إحنا قلنا الميموري عشان تشتغل محتاجة إيه؟ محتاجة كلوك، وبالتالي أي فليب فلوب لازم يبقى لها إنبوت اسمه كلوك. والكلوك بنميزه إزاي عن بقية الإنبوتس؟ بنحط مثلث صغير هو ده اللي بنوصل عليه الكلوك. أوكي؟ الكلوك بنختصرها أحيانًا سي ال كي. طيب عاوزين نفهم ده بيشتغل إزاي علشان نبدأ نستخدمه بعد كده في الديزاين. هشبهه لكم بحاجه بسيطه قوي كلنا بنستخدمها علشان تدخل دماغنا. لو انا مسكت دلوقتي الموبايل ده اوكي وشغلت الكاميرا بتاعته،
لو شغلنا كاميرا الموبايل بنشوف ايه؟ صورة. الصورة دي هي الانبوت بتاعي، تمام؟ الانبوت ده عمال يتغير طول ما انا بحرك الشاشة كده، الانبوت عمال يتغير. هل في حاجة اتخزنت دلوقتي جوه الكمبيوتر بتاع جوه التليفون؟ مفيش. يبقى الانبوتس بتتغير لكن احنا مش هنخزنها. اوكي؟ امتى بخزن؟ لو انا جيت في وقت من الاوقات كده مثلا، اهو انا عمال اتحرك، في انبوتس كتير عماله تدخل جوه الموبايل بس ما اتخزنتش، لو دوست على زرار التصوير بتخزن صوره جوه. اوكي؟ مين هنا اللي يعتبر زرار التصوير بتاعي؟ الكلوك سيجنال. يبقى انا عندي انبوتس بتتغير، تتغير زي ما هي عاوزه، مش مشكله. انا مش هخزن حاجه الا لو الكلوك طلعت من 0 ل 1. اوكي؟ بنقول احنا خدنا سناب شوت من الانبوت، يعني خدنا صوره من الانبوت وخزناها جوه. تمام؟ طيب يبقى تاني، احنا عندنا انبوتس تتغير براحتها، ما احناش حاسين بيها، مش هتتخزن. لو طلع الكلوك من 0 ل 1 في الحاله دي باخد نسخه من اللي كان موجود على الانبوت ساعتها في اللحظه دي. اوكي؟ وبخزنها جوه. طيب واللي متخزن جوه ببقى شايفه على الاوتبوت من الناحيه الثانيه. يبقى اللي انا شايفه هنا مين؟ اللي انا شايفه هنا مين؟ اللي هو متخزن جوه الميموري بتاعتي. هناخد مثال، هنرسم رسمه كده ونشوف عشان نفهم، نتاكد ان احنا فاهمين صح. تعالوا نرسم الويف دايجرام بتاعت السيجنالز دي، الدي والكيو والكلوك. اوكي؟ ادي السيجنال اللي اسمها دي. نفترض انها بتتغير بالشكل ده. ادي الدي، اوكي؟ رسمنا ويف دايجرام بوري ازاي الدي بتتغير مع التايم. وادي الكلوك سيجنال. افترض انها عامله كده. اوكي؟ ادي الدي انبوت، ادي الانبوتس اللي داخله لي هنا على الميموري بتاعتي عماله تتغير، هي جايه من بره فبتتغير بمزاجها مش مشكله. وادي الكلوك سيجنال بتاعتي، عاوزين نشوف الاوتبوت هيبقى عامل ازاي. اوكي؟ هنرسم دلوقتي الكيو. اوكي؟ ما يهمنيش في الزمن ده كله غير ايه؟ في لحظات معينه بس هي اللي تهمني. ايه هي؟ اللي هي اللحظات بتاعت الايدج اللي احنا اتفقنا كلنا هنشتغل خلاص على رايزنج ايدج. يبقى لحظات الايدج دي هي اللي تهمني. يبقى تعالوا نشوف عند اللحظه دي واللحظه دي واللحظه دي، هم دول الافكتيف، غير الباقي كله مش مهم خالص. عند اللحظات دي في ايه؟ طيب افترض انيشيالي الفاليو اللي كانت متخزنه هنا كانت صفر في البدايه خالص قبل اي تشغيل. انيشيالي كان معمول ريسيت، ريسيت يعني كل حاجه بادئه من الصفر. اوكي؟ طيب حصل ايه عند اول رايزنج ايدج؟ شفنا ايه على الانبوت؟ عند اول رايزنج ايدج شفنا كام؟ شفنا زيرو. يبقى الزيرو دي اللي هتتخزن وهي اللي هتظهر لي على الكيو. احنا قلت الكيو دي بتوريني اللي متخزن جوه، فمفيش حاجه هتتغير لان هي كانت زيرو وحصل كلوك لقينا زيرو على الانبوت، فهيفضل الزيرو موجود زي ما هو. اوكي؟ عند اللحظه دي بصينا على الانبوت تاني لقينا كام؟ ستيل زيرو. حلو، مفيش حاجه هتتغير، هفضل زيرو برضو. عند اللحظه دي حصل ايه؟ الانبوت كان كام؟ زيرو. يبقى هيفضل الزيرو معايا لحد النكست ايدج. عند الايدج ده بصينا على الانبوت لقينا كام؟ لقينا واحد. في الحاله دي هنخزن واحد وهي دي اللي هتظهر على الاوتبوت. يبقى اللي عاوز اقوله ايه؟ الانبوت بيتغير براحته. هل احنا حسينا بالتغيرات دي؟ ما حسيناش. ليه؟ انا ما ببصش على الانبوت غير عند اللحظات اللي هي فيها
رايزنج من 0 ل 1 على الكلوك. اوكي تمام كده. طيب يبقى ادي الطريقه بتاعه التشغيل، اسهل نوع من انواع الفليب فلوبس اللي هو بنسميه الدي تايب. يبقى تاني الدي تايب بيعمل ايه؟ انا عندي مجموعه انبوتس او عندي انبوت، الانبوت عمال يتغير، ده جاي لي من الاكسترنال انفايرمنت بتاعتي، جاي لي من هنا، ما حد بيقيس درجه الحراره مثلا، الحراره عماله تتغير كل 1 ملي سكند، لكن انا ما بشوفهاش غير كل ثانيه، فكل ثانيه بشوف الحراره بقت كام وبسجلها عندي. ده اللي بيحصل، الانبوتس بتتغير اهي، كل التغيرات دي انا حسيت بيها ليه؟ ان التغيرات دي حصلت ان بتوين تو سكسيسيف ايدجز، وبالتالي انا ما بحسش بالحاجات اللي في النص، انا بحس عند لحظه الرايزنج من 0 ل1 بس. اوكي في اي سؤال؟ في حد مش فاهم الدي تايب فري فلوب بيشتغل ازاي؟ اوكي يبقى من هنا هنلاقي تغيرات الاوتبوت بتحصل في اي وقت ولا بتحصل في وقت معين؟ بتحصل في وقت معين، وده اللي كنا بنسميه ايه؟ سينكرونايزد الاوتبوت، سينكرونايزد يعني الاوتبوت متزامن مع مين؟ مع الرايزنج ايدج بتاع الكلوك. اوكي لا يمكن هتلاقي اوتبوت بيتغير في النص هنا، الاوتبوت بيتغير فقط عند الايدجز. اوكي تمام. ده اسهل نوع من انواع الفري فلوبس اللي هو له انبوت وحيد اسمه دي. هل في انواع اخرى؟ اه طبعا في انواع كتير هنشوفها دلوقتي. قبل ما نشوف الانواع دي بنكتب جدول كده بنسميه الكاركترستيك تيبل بتاع الدي تايب فليب فلوب عشان نوصف هي بتشتغل ازاي. Characteristic table of D-type flip-flop بيبقى عامل ازاي؟ بنكتبه كالآتي، بنكتب الـ output Q تمام؟ عند اللحظة N. لما اجي اكتب الـ Characteristic table بكتب حاجتين، الـ output عند اللحظة N والـ output عند اللحظة N plus 1. وبنكتب الـ inputs بتاعتي. ما عنديش هنا غير انبوت واحد اسمه دي. اوكي وبنكتب الاوتبوت اللي هيحصل بعد كده اللي هو الاوتبوت عند النكست تايم ستيب بنسميه كيو ان بلس 1. يبقى دايما الكاركترستيك تيبل بتاع اي فليب فلوب في عمود اسمه كيو ان، عمود اسمه كيو ان بلس 1 ده اللي هو اللي هيحصل في المستقبل، و عمود او مجموعه من الاعمده تعبر عن الاذر انبوتس. طبعا الكلوك فين هنا؟ امبليسيتلي مفهومه ان التغيرات دي مش هتحصل غير مع الرايزنج ايدج بتاع الكلوك. اوكي يبقى كل اللي انا هكتبه هنا مع الرايزنج ايدج بتاع الكلوك. طيب تعال نشوف الاحتمالات. 0 0 0 1 1 0 1 1 معناه ايه الكلام ده؟ معناه الاوتبوت كان 0 ولما الكلوك جت بصينا على الانبوت لقيناه زيرو، يبقى الاوتبوت الجديد هيبقى كام؟ يبقى زيرو، مش هيتغير، هو كان زيرو والكلوك جت لقت زيرو على الانبوت فالاوتبوت الجديد هيطلع زيرو. طيب الاوتبوت زمان كان زيرو ولما الايدج بتاع الكلوك جه لقينا الداتا عليها واحد، يبقى الاوتبوت الجديد كام؟ واحد. اوكي اللي متخزن كان واحد وحصل ايدج لقينا على الانبوت زيرو، يبقى الفاليو الجديده هي اللي هتتاخد، يبقى الاوتبوت هنا زيرو. الاوتبوت كان واحد وحصل ايدج لقينا واحد على الانبوت برضو، يبقى الاوتبوت الجديد هيبقى واحد. فزي ما قلت هي دي ابسط انواع الفليب فلوبس اللي هي بنسميها الدي تايب. ليه بقول ابسط نوع؟ لان الاوتبوت الجديد هو نفسه قيمة الانبوت اللي بيبقى موجود لحظة الكلوك ما تيجي. تمام؟ تاني أنا بوصف هنا إيه؟ بوصف حاجات في الزمن الحالي وحاجات هتحصل في المستقبل. بوصف عند الـ QN كان الأوتبوت هنا بكام عند اللحظة N والأوتبوت هيبقى كام عند اللحظة N اللي بعديها N بلس 1. أوكي؟ يبقى تاني عند التايم اللي إحنا واقفين فيه دلوقتي الأوتبوت كان متخزن 0 وحصل ايدج على الكلوك لقينا على الانبوت زيرو،
خلاص يبقى الاوتبوت هيبقى زيرو برضه زي ما احنا شايفين هنا. كنا واقفين زيرو مثلا وحصل ايدج لقينا زيرو، فالاوتبوت الجديد فضل زيرو. يعني كان زيرو هنا دي الكيو ان، الكيو ان اللي بعديها اللي هي دي ستيل بقت زيرو برضه. اوكي ده اللي هو الستيت الاولاني. طب لو كنا زيرو ولقينا الداتا بواحد لحظه صعود الكلوك زي الحاله دي، كنا زيرو وجات الكلوك لقينا واحد على الانبوت، يبقى الاوتبوت اللي بعديها هيبقى كام؟ هيبقى واحد اللي هي الحاله دي. اوكي انت معاك حاجه متخزنه ملناش دعوه بيها، ملناش دعوه بيها خالص، انت بتبص على الداتا اللي جات لك لحظه الكلوك ما تيجي، هي دي اللي هتديك النيو فاليو. تمام؟ في حد مش فاهم الدي تايب فلي فلوب شغال ازاي؟ ده مهم قوي لان هنستعمله بعد كده كتير جدا. ده زي الجيتس كده في الدوائر العاديه. الفلي فلوبس دي هي بالنسبه لنا الكومبوننت اللي هستخدمها في اي سيكونشال سيركت، فلازم نبقى فاهمينها كويس. طيب ناخد نوع اخر من الفلي فلوبس مستخدم برضو اسمه الاس ار او الار اس فلي فلوب. يبقى اول نوع درسناه اسمه ايه؟ الدي تايب. النوع الجديد بقى اللي هناخده دلوقتي حاجه اسمها الار اس فليب فلوب. خلي بالكم معايا بقى الار اس ده بيشتغل ازاي. هو برضو ميموري اليمنت بيخزن 1 بيت. ولكن ملوش انبوت وحيد زي الحاله دي. ده له 2 انبوتس. له 2 انبوتس. انبوت اسمه اس وانبوت اسمه ار. تمام؟ وزي الناحيه الثانيه برضو له اوتبوت اسمه كيو. وزي اي فليب فلوب اي فليب فلوب في الدنيا له انبوت سبيشال اسمه ايه؟ كلوك. اوكي اي فليب فلوب لازم لها كلوك انبوت. ادي شكله، تعالوا نشوف بيشتغل ازاي. اوكي نكتب الكاركترستيك تيبل بتاعه وبعدين ناخد مثال نرسم ويف دياجرام عشان نفهم هو شغال ازاي. لو عندي الكرنت ستورد فاليو اللي هي بنسميها كيو ان، الفاليو المتخزنه دلوقتي اللي اسمها كيو ان، والانبوتس اهي ار واس، تعال نشوف الاوتبوت هيطلع عامل ازاي في الحالات المختلفه. اوكي طيب نشوف الاحتمالات بتاعتهم. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 وبعدين 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. طيب نشرح بقى بيعمل ايه. لو الـ RS 0 0 نكتبهم كده على جنب عشان تفتكروهم. لو الـ R و S بـ 0 0 بيحصل حاجة بنسميها No Change. يعني إيه No Change؟ يعني الـ Output ما بيتغيرش أو الـ Value اللي متخزنة جوه ما بتتغيرش. أوكي؟ يبقى تاني لو الـ R و S بـ 0 0 الـ Current State مش هتتغير، الحالة اللي فيها الـ Flip Flop مش هتتغير، لو هي مخزنة 0 هتفضل 0، لو مخزنة 1 هتفضل 1. أوكي؟ يبقى تاني لو انا عندي 0 متخزن وجالي 0 0 عند الرايزنج ايدج بتاع الكلوك، الكيو الجديده هتبقى بكام؟ مش هتتغير زي ما قلنا 0 0 ما بتتغيرش. يبقى 0 ولقيت الار والاس ب 0 0 هطلع الاوتبوت 0. نفس الحاله موجوده هنا، لو 1 ولقيت الانبوت 0 0 مش هنغير حاجه، يعني الواحد هتفضل واحد زي ما هي.
اوكي معايا؟ طيب لو لقينا الار والاس واحد او صفر واحد، كلمه ار واس بيرمزوا لحاجه، هما ليه سموهم ار اس؟ اس بترمز لعمليه سيت سيتنج، وار بترمز لعمليه الريسيت. يعني ايه سيت؟ يعني خلي الحاجه بواحد. يعني ايه ريسيت؟ يعني خليها بصفر. طيب لما الاقي السيت هي اللي بواحد، يبقى تتوقعوا الاوتبوت الجديد هيبقى بكام؟ هنعمل سيتنج يعني هنخليه واحد. اوكي طيب لو الار هو اللي بواحد هعمل ايه؟ ريسيت. يعني ايه ريسيت؟ يعني نيو اوتبوت هيساوي زيرو. اوكي فتعالوا نشوف الحالتين دول بغض النظر عن قيمه اللي كان متخزن قبل كده. لو لقيت الاس بواحد يعني هعمل سيت، يبقى الاوتبوت الجديد هيبقى بواحد بغض النظر عن اللي فات كان ايه. لو لقيت الاس بواحد والار بصفر يعني انا بعمل سيتنج، يبقى الاوتبوت الجديد هيبقى بواحد. تمام؟ حد مش فاهم دي؟ اوكي لو لقينا الار هي اللي بواحد والاس بزيرو يعني انا بعمل ريسيت. ريسيت يعني الاوتبوت الجديد هيطلع بصفر بغض النظر كان ايه قبل كده. بغض النظر عن القيمه دي لو لقيت ار بواحد والاس بزيرو هطلع الاوتبوت صفر لان بعمل ريسيت. اوكي وهنا برضو بعمل ريسيت. تمام؟ طيب لو لقيت الاس والار بواحد واحد ينفع اعمل سيت وريسيت في نفس الوقت؟ اكيد لا. يبقى في الحاله دي بنقول ان الانبوت كومبينيشن دي مش مسموح بيها، مش مسموح لك انك تدخل على الفليب فلوب دي واحد وواحد. مفيش حاجه اسمها تحط تعمل سيت وريسيت في نفس الوقت. طب ازاي؟ لو حصل واحد دخل هنا واحد واحد الاوتبوت بيبقى ان اكسبكتد فاليو، تطلع اي حاجه undefined. تمام؟ يبقى هنا undefined. تمام كده؟ يعني الديزاينر اللي بيستعمل ار اس لازم يضمن ان الار والاس ما بيساويش واحد في نفس الوقت، والا يبقى ديزاينر مش مظبوط. يعني انت عامل حاجه وعارف انها هتسبب لك مشكله، فلو انت هتستخدمها اعمل لي كونديشنز هنا تضمن ان الاثنين دول ما يساويش واحد. تمام؟ لو دخلتهم بواحد الدنيا مش هتفرقع في وشك ولا حاجه، هو كله هيحصل الاوتبوت هيطلع بقيمه انت مش قادر تتوقع هتبقى كام. بس طيب عاوزين نختصر الجدول ده شويه لان في حاجات متكرره، ف هنعمله بشكل اخر. نفس الجدول ده تعالوا نضمه شويه. هنقول ادي عندي الكيو ان وادي الار والاس والكيو الجديده معايا. خليكم معايا نمسك الحاله بتاعت لو الار اس 0 0 الاوتبوت الجديد بيطلع بكام؟ بالظبط الار واس 0 0 بنقول الاوتبوت الجديد ما بيتغيرش. يعني ايه ما بيتغيرش؟ يعني بيفضل على القيمه القديمه. فبالتالي هنقول هنا لو ده اسمه كيو ان هيطلع هنا ده برضو هو الكيو ان. يبقى الكيو ان بلس 1 اللي هو الاوتبوت الجديد لو الار والاس ب 0 0 ما بيتغيرش. يعني ما بيتغيرش؟ يعني هو القديم. يعني ايه القديم؟ يعني الكيو ان بلس 1 هتساوي كيو ان. اوكي طيب لو قلنا ان دي 0 ودي 1 دايما بتطلع بواحد بغض النظر كان عندي ايه في كيو ان، دايما هطلع بواحد، هعمل سيتنج. اوكي لو قلنا ان الار هي اللي بواحد ودي اللي ب 0 يبقى بغض النظر عن اي حاجه قديمه متخزنه هعمل ريسيتنج الاوتبوت هيطلع بصفر. طب لو قلنا واحد واحد مش مسموح او نقدر نقول الاوتبوت ان اكسبكتد ان ديفايند او ان اكسبكتد زي ما تحب. يعني ايه ان اكسبكتد؟ يعني مش هتقدر تتنبا ايه اللي هيحصل. الاوتبوت ممكن يطلع بواحد، ممكن يطلع بصفر، ممكن يفضل يوسليت ما بين الواحد والصفر فوريفر، ما تعرفش هيطلع لك ايه
لو جالك واحد واحد هنا. اوكي، فده كده الجدول في صوره كومباكت اكتر، احنا كتبناه في الاول هنا عشان نفهمه، لكن هو ده اللي بيستخدموه، ده الكاركترستيك تيبل بتاع الار اس فليب فلوب. 00 الكيو ان ما بتتغيرش، 01 بيحصل سيتنج، 10 بيحصل ريسيتنج، 11 غير مسموح لك باستخدامه. اوكي، تعالوا نرسم شويه ويف دايجرامز كده ونشوف هيحصل ايه لو استعملنا الار اس فليب فلوب. في اي سؤال؟ في حد مش فاهم هي شغاله ازاي؟ هي فليب فلوب عادي بتخزن قيم عند لحظات معينه اللي هي لحظه الادج، كل الكلام ده طبعا مربوط بايه؟ بالادج. كل الكلام ده مربوط ان حصل ادج على الكلوك طلعت من 0 ل 1. 00 الجديد هيساوي القديم، 01 الجديد بيساوي 1، 10 الجديد بيساوي 0، 11 الله اعلم ايه اللي هيحصل. اوكي تمام يا جماعه، ناخد ويف دايجرام مثال على ال ار اس فليب فلوب. طيب نشوف يا جماعة ايه اللي بيحصل هنا. ادي الكلوك وادي الانبوتس كانت عاملة كده، تعالوا نشوف الاوتبوت هيطلع عامل ازاي. دايما في اي سيكونشال سيركت لازم ابدأ من انيشال ستيت، او اللي بنسميها في البداية كان اللي متخزن كام. تعالوا نتفق مع بعض، حد يقول لي ابدأ بكام اللي متخزن في اول ما بدأت، كان 0 ولا 1؟ اي حاجة مش هتفرق، المهم اختار نقطة ابدأ منها. الانيشال ستيت نفترض انها كانت بزيرو. اوكي هنبدا من الصفر. وبعدين حصل ايدج على الكلوك، الايدج حصل هنا. نروح نبص عند الايدج ده كانت الانبوتس بكام؟ الانبوتس كانت كام في اللحظه دي؟ حد يقول لي؟ عند الفيرست ايدج كان الاس والار بكام وكام؟ الاس بواحد والار بصفر، يبقى هعمل ايه؟ نعمل سيتنج. اس بواحد يعني نعمل سيتنج، سيتنج يعني خلي اللي متخزن بواحد، يبقى الكيو هتطلع بواحد. الواحد دي هتستمر معايا لحد امتى؟ لحد النكست ايدج. ما انا بقول ميموري عشان كده بفتكر حاجه وافضل فاكرها لحد الايفنت الجديد اللي هو الايدج الجديد. يبقى هفضل معايا الواحد ده ماشي معايا لحد مهما بقى الانبوت اتغيرت، ماليش دعوه، انا بفتكر اللي انا خدته هنا. هنا خدت واحد، هيفضل معايا الواحد ده لحد الايدج الجديد. اوكي؟ عند الايدج الجديد نبص على قيم الار والاس. لقيتهم بكام؟ عند الايدج ده هبص على الار هلاقيها صفر، وهبص على الاس هلاقيها صفر. صفر وصفر بتعمل لي ايه؟ ما بتغيرش، صفر وصفر يعني مش هتغير الستيت بتاعتك. طب انت كنت كام؟ واحد، يبقى هتفضل واحد. اوكي؟ يبقى الواحد الجديده دي هتستمر معايا لحد النكست ايدج. عند النكست ايدج نرجع نبص تاني على الار والاس. لقيت ايه؟ لقيت الاس والار بكام؟ الاس بواحد والار بصفر، يعني هعمل سيتنج،
يبقى بغض النظر انا جاي منين، قيمه جديده هتبقى بواحد. طب انا جاي من الواحد، يبقى افضل واحد، مفيش مشكله. تعالوا نشوف النكست ايدج. هغير شويه عشان الشكل بس يبقى في فرايتي. عند الايدج الجديده بصيت على الار والاس لقيتهم كام؟ الار بواحد والاس بزيرو، يبقى هعمل ريسيت. ريسيت يبقى عند هنا هنعمل ريسيت، يعني ايه؟ هنزل لصفر. يبقى هنا بقول اهو ريسيت، وهنا كنت بقول ست، هنا كنت بقول نو تشينج، وهنا كنت بقول ست. اوكي، بصيت عند الايدج ده لقيت الار هي اللي بواحد والاس بزيرو، بعمل ريسيت، يبقى بنزل بالاوتبوت بصفر وهيستمر معايا لحد النكست ايدج. تعالوا طب نعمل شويه ايدجز كمان. طيب نركز مع بعض تاني. القيمة اللي أنا خدتها هنا بتستمر معايا، بفضل فاكرها لحد النكست ايدج، ما بتتغيرش ان بتوين الايدجز أبدا. القيمة بتاعت الكيو دي ان بتوين التو ايدجز ما بتتغيرش، هي بتاخد قيمة في بداية السايكل وبتستمر معايا لحد السايكل الجديد. عند الايدج ده هيحصل ايه؟ هنا لقيت ايه؟ الار والاس بكام؟ واحد واحد. هل أقدر أتوقع قيمة الاوتبوت كام؟ بعد اللحظه دي الاوتبوت بيساوي كام؟ ما اعرفش. يعني ايه ما اعرفش؟ لو انتوا بترسموا الكلام ده على سيميوليتر ولا حاجه باستخدام الكمبيوتر، كلمه ما اعرفش دي معناها ايه؟ ما بيحطلكش لا واحد ولا صفر، هو بيحطلك حاجه كده انون. يعني ايه انون؟ بيحطلك خطين وبينهم الباترن ده، معناها انت مش عارف القيمه واحد ولا صفر، لا هي فوق ولا هي تحت، حاجه انون بالنسبه لك، انت مش عارفها. اوكي، كلمه انون في الرسمه بتترسم بالمنظر ده. طيب هيستمر الستيت الانون دي لحد امتى؟ لحد ما يحصل ايدج جديد. عند الايدج الجديد لقيت ايه؟ عند الايدج الجديد لقيت الاس بواحد والار بزيرو، يبقى هتبقى الكيوب واحد، ويل ديفايند انها واحد، يبقى عند الايدج ده هتفضل بواحد. اوكي، يبقى هنا حصل ست، هنا حصل انون. اوكي يا جماعه، يبقى تاني ادي الديفرنت ستيتس احنا شفناها اهي. ببص على الار والاس او ببص على الانبوتس بتاعتي لحظه حدوث الكلوك. لو لقيت الانبوتس 0 0 مش هغير الستيت بتاعتي وهستمر بالستيت القديمه لحد المره الجايه. لو لقيت الاس بواحد والار ب 0 هعمل سيتنج، يعني اخلي الكيوب واحد. لقيت الار بواحد هعمل ريسيتنج. لقيتهم الاثنين بواحد ما اعرفش الاوتبوت هيطلع كام، وبنرسمه بالشكل ده. اوكي تمام، في حد مش فاهم الار اس بتشتغل ازاي؟ ادي الكاركترستيك تيبل بتاعها. الاوتبوت كيو ان كفانكشن في الانبوتس والكيو ان القديمه، الكيو ان بلس 1 فانكشن في الانبوتس والكيو ان القديمه. اي سؤال؟ طيب بما ان الار اس فليب فلوب بتعمل لي مشاكل لو كان الانبوت 1 1، فعملوا نوع جديد عشان يتجنب مشكله الواحد والواحد دي. اوكي، يبقى هنشوف النوع الثالث من الفليب فلوبس، حاجه اسمها الجي كي فليب فلوب. انا ليه بدرس الفليب فلوبس دي وليه بعرفها لكم؟ لان هي دي اللي هستخدمها بعد كده لما اجي اعمل ديزاين للسيكونشال سيركت. تمام، فسؤالك هنا كان بيقول الواحد والواحد، خلاص الديزاينر مش ضامن ان الار والاس، او مش ضامن ان الانبوتس مش هيقدر يتحكم فيها، ما تستخدمش الار اس، هنستخدم نوع جديد اسمه الايه؟ جي كي. تمام، اي سؤال؟ طيب نكمل.
الجي كي. احنا شفنا الدي تايب، شفنا الار اس، تعالوا ناخد الجي كي. الجي كي فليب فلوب، برضو كل ده اللي احنا بنقول فيه عبارة عن سمول ميموري اليمنتس قادرة على تخزين سنجل بيت، يا واحد يا صفر، بتخزنها ان بتوين الكلوك سايكل. طيب لو ما جت، لو الكلوك وقفت، يعني ايه الكلوك وقفت؟ يعني بطلت تطلع وتنزل، هيحصل ايه؟ اخر قيمه متخزنه معاك هتفضل متخزنه فور ايفر. ما انا الميموري دي ما بتغيرش اللي جواها غير لو حصل ايدج. طب لو انت الكلوك لاي سبب من الاسباب وقفت، هتفضل بالقيمه بتاعتك على طول. نقدر نعتبر الكلوك دي زي نبضات القلب بتاعت بني ادم، لما بتقف كل الاكتيفيتيز بتقف، طول ما هي شغاله بيحصل اكتيفيتيز على الكيو. لو دي وقفت ده هيستمر كده على طول. بتشوفوا الناس اللي في الرعايه المركزه ومصرين بيهم اجهزه وبتاع، لما قلبهم بيقف بيحصل ايه؟ تي، مفيش حاجه بتحصل. تمام. فهي الكلوك دي قلب الكمبيوتر، مفيش كلوك الكمبيوتر مش هيشتغل. اوكي. طيب الجي كي فليب فلوب هي عباره عن برضه فليب فلوب كده عادي، لها اتنين انبوتس، في المره دي هنسميهم جي وكي بدل الار والاس. ولها اوتبوت كيو، ولها كلوك انبوت. عاوزين نشرح هي بتشتغل ازاي، فتعالوا نعمل الكاركترستيك تيبل بتاعها. هنقول ادي الانبوت اللي اسمه جي، انبوت اسمه كي، والكيو اللي هتحصل في المستقبل هتبقى بكام. تمام. لو الاثنين بصفار زي الار اس مفيش حاجه هتتغير. لو التو انبوتس زيرو زيرو الاوتبوت مش هيتغير. يعني ايه مش هيتغير؟ يعني هيفضل على الحاله القديمه بتاعته. يعني كيو ان بلس 1 هتساوي مين؟ الكيو ان. اوكي. طيب لو زيرو واحد، ما هو الجي والكي برضه واحدة منهم هتعمل ست وواحدة هتعمل ريسيت. احنا عملنا جي كي فليب فلوب عشان نتغلب على حاجة واحدة بس، مشكلة الواحد والواحد. طب مين فيهم اللي هتعمل لي ست ومين اللي هتعمل لي ريسيت؟ عشان تفتكروهم، افتكرهم مع بعض. ادي الجي وادي الكي، مش كده؟ الجي دي لو انا كتبت الاس كده مش شبهها شوية، والكي سمول دي مش شكل الار. الجي دي لو عوجتها شويه، مسحت الحته دي كده، هتبقى شكل الاس، مش كده؟ شبه الاس، نقدر نقول قريبه من الاس. اوكي. الكي السمول لو شلت الشرطه اللي فوق هتبقى شبه الار. بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان في ناس بتتلخبط. افتكر دايما ان الجي شبه الاس، يبقى الجي هي بتاعت الست، والكي شبه الار، يبقى الكي السمول دي هي بتاعت الريست. اوكي. يبقى لما اقول لك هنا جي وكي، مي هيحصل هنا ست ولا ريست؟ الجي بتاعت الست، الكي بتاعت الريست. اوكي. يبقى هنا يحصل ريست، يبقى الاوتبوت الجديد بكام؟ بزيرو. لو الجي هي اللي بواحد نعمل ست، الجي قريبه من الاس اهي، يبقى هيحصل ست، يبقى الاوتبوت الجديد بواحد. طب لو الاثنين بواحد بنقول بيحصل حاجه اسمها توجل. يعني ايه توجل؟ يعني الاوتبوت بيتعكس، لو كان زيرو هيبقى واحد، لو كان واحد هيبقى زيرو. الاوتبوت الجديد بيبقى عكس الاوتبوت القديم. لو الاثنين بوحايد، الجي كي فليب فلوب دي ديزايند لو لقت اثنين وحايد هنا والكلوك جت، القيمه الجديده للاوتبوت عكس القيمه اللي كانت متخزنه قبل كده. فبنقول في الحاله دي بيبقى الكيو ان الجديد اللي هو كيو ان بلس واحد هتساوي
الكيو ان القديمه بس البار بتاعها. اوكي، ده الكاركترستيك تيبل بتاع الجي كي فلي فلوب. اوكي، في حد مش فاهمه؟ يبقى الجي كي شغاله بالشكل الاتي: 00 نو تشينج، الكي بواحد ريسيت، الجي بواحد ست، الاثنين بواحد حاجه بنسميها توجل، توجل يعني اقلب الفاليو بتاعتك. الواحد يبقى صفر والصفر يبقى واحد. اوكي تمام. ناخد ويف دايجرام برضو عشان نتاكد ان احنا فهمنا الحته دي. طيب الكيو نفترض برضو زي ما اتفقنا المره اللي فاتت هنبدا بزيرو. الكيو بدا بزيرو، تعال نشوف دي بتشتغل ازاي. عند اول ايدج لقينا ايه؟ اول ايدج لقينا الجي بكام والكي بكام؟ هيحصل ايه؟ سيت ولا ريسيت ولا توجل ولا ايه؟ هيحصل ايه في الاول؟ عند اول ايدج دي هعمل ايه؟ ريسيت. الكيب واحد والجيب زيرو يبقى ريسيت على طول، يبقى هنا هعمل ريسيت. ريسيت يعني ايه؟ يعني الاوتبوت الجديد هيبقى بصفر بغض النظر كان ايه قبل كده. طب هو كان جاي لي بصفر، خلاص مش هيحصل حاجه، يبقى بصفر ويستمر معايا لحد النكست ايدج. تمام. طيب عند النكست ايدج بصيت لقيت ايه؟ الجي والكيب صفار، يبقى مش هغير اللي انا فيه، يبقى لو انا بصفر هستمر معايا بصفر، يبقى هنا هقول نو تشينج. استمر معايا القيمه دي لحد النكست ايدج. نكست ايدج بصيت لقيت الكي بزيرو والجي الكي بواحد اسف والجي بزيرو. كي بواحد يعني هعمل ريسيت، ريسيت يعني القيمه الجديده بزيرو. اوكي زيرو معايا مفيش مشكله خالص، يبقى هنا ريسيت. عند الايدج ده لقيت ايه؟ الجي هي اللي بواحد والكي بزيرو، يعني معناها ست، يبقى هنا هعمل ست، يعني دي هتطلع بواحد وتستمر معايا لحد النكست ايدج. عند النكست ايدج لقيت ايه؟ لقيت واحد وواحد، يبقى هعمل توجل. توجل يعني ايه؟ هقلب اللي انا فيه، انا كنت واحد هنا فهرجع ارجع زيرو تاني، يبقى بنقول هنا عملنا عمليه توجل. وهتستمر القيمة دي معايا لحد النكست ايدج. النكست ايدج لقيت الكيب واحد والجيب زيرو، الكيب واحد يعني ريسيت، يبقى القيمة الجديدة بزيرو. تمام؟ يبقى دي الجي كي فلي فلوب بتشتغل بالشكل ده، ادي الكاركترستيك تيبل بتاعها. يبقى احنا خدنا كام نوع دلوقتي؟ الدي تايب، الجي كي، والار اس. اوكي؟ فاضل نوع واحد بسيط قوي وبعد كده ناخد الريست بتاعتنا. النوع ده اسمه التي تايب، تي. اوكي، يبقى عندنا دي وار اس وجي كي والتي. اوكي، نشوف التي بتشتغل ازاي. تي تايب فليب فلوب، التي هي برضو عبارة عن ميموري element قادرة على تخزين سنجل بيت، لها input وحيد اسمه تي و output وحيد اسمه كيو، وطبعا الكلوك سيجنال. تشتغل ازاي؟ تعال نشوف الكاركترستيك تيبل بتاعتها. لو التي بزيرو هيحصل ايه؟ لو التي بواحد هيحصل ايه؟ بنقول لو التي بزيرو نو تشينج، يعني ايه نو تشينج؟ الستيت بتاعتي ما بتتغيرش، بتفضل زي ما هي، يبقى الكيو ان بلس واحد هتساوي كام؟ الكيو ان. يبقى لو التي بزيرو ما بيحصلش اي تغيير في الاوتبوت، يبقى كيو ان بلس واحد هي نفسها الكيو ان القديم. لو التي بواحد بيحصل حاجه اسمها توجل، يبقى كيو جديدة بتساوي عكس كيو القديم.
يحصل هنا توجل، هيطلع لي هنا كيو ان القديمه بس بار. ده الكاركترستيك تيبل بتاع التي تايب فري فلوب. طبعا ده كونديشن بحدوث الرايزنج ايدج بتاع الكلوك. تمام، ناخد مثال صغير عليها، هي بسيطه قوي سهله ما فيهاش حاجه. ادي التي كانت، لا اسف مش تي، التي ادي الكلوك وعاوزين نرسم الكيو. ما بيهمنيش زي ما قلت في اللحظات دي كلها غير لحظات محدده اللي هي لحظات حدوث الرايزنج ايدج. اللي يهمني امتى الرايزنج ايدج بيحصل. فادي عندي واحد، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع. بيحصل ان عند كل رايزنج ايدج اروح ابص على التيب كام عشان اقدر احدد قيمه الكيو. اوكي يا جماعه. طيب انيشيالي هبدا بزيرو مثلا، الكيو في البدايه خالص كانت بزيرو. عند اللحظه دي يحصل ايه؟ بصيت على التي لقيتها بكام هنا؟ زيرو. بقى يحصل ايه في الكيو؟ ما بتتغيرش، صح؟ مش احنا قلنا زيرو ما بتغيرش، يبقى هنا نو تشينج. يبقى نو تشينج يعني مش هغير حاجه، هستمر بالقيمه اللي كانت معايا لحد النكست ايدج. عند النكست ايدج بصيت على التي لقيتها بواحد، يبقى هعمل ايه؟ توجل. توجل يعني زيرو هيبقى واحد، وتستمر معايا الواحد دي لحد النكست ايدج. يبقى هنا حصل توجل. عند الايدج الجديد لقيت ايه؟ زيرو، يبقى نو تشينج، يبقى مش هغير حاجه. نو تشينج يعني القيمه اللي معايا دي هتستمر معايا كمان لحد السايكل الجديد. عند السايكل الجديده لقيت هنا حصل تي بواحد، يبقى هعمل توجل، يبقى الواحد ده هينزل لصفر. اوكي، يبقى ده الاربع انواع بتاع الفليب فلوبس اللي هتشوفوها في حياتكم كلها، دي تايب، ار اس، جي كي، والتي. اوكي، كل واحد مفهوم اهو بيشتغل ازاي. خدنا كاركترستيك تيبل، خدنا اكزامبلز، مفيش اي حاجه صعبه خالص. تمام، في اي سؤال؟ طيب دول بقى ان شاء الله هنستخدمهم لحد نهايه الترم، وان شاء الله بعد ما تخرجوا برضو لو اشتغلت في الدومين ده هتشتغلوا بالحاجات دي، مفيش غيرهم.